سي اتش او سيرتيفايد ايثيكال هاكينج، شهاده الهاكر الاخلاقي. المفروض ان حضرتك بتاخد السيرتيفايد دي او السيرتيفيكيت دي بحيث ان انت يعني تثبت ان انت شخص درست الهاكر الاخلاقي، سواء بنتريشن تيستينج، بتعمل مثلا ويب تيستينج، بتعمل مثلا هاك واي فاي مثلا يوزنج كالي لينكس، ان انت بتعمل اختبارات اختراق، ان انت عارف يعني ايه سكيورتي، عارف يعني ايه سيستم، عارف يعني ايه ثغره، تقدر ان انت تنفذ الاختراق، بتعرف حاجات كتيره جدا خلال الشهاده دي. ففي ناس كتيره جدا سالتني قالت لي ازاي ناخد الشهاده دي، يعني نوصل مثلا للليفل ده وان احنا ناخد سي اتش ازاي، هناخدها ازاي ومنين وبكام، وايه الحاجات اللي انا المفروض ادرسها بحيث ان انا اخد الشهاده دي، تمام؟ فالفيديو ده انا عامله باختصار للشهاده بتاعت سي اتش، ازاي تاخدها وكل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. طيب الناس اللي بتقول ان هي غاليه ومكلفه وبره مصر، لا هي مش كده خالص، والناس برضو اللي سالتني قالت لي انت خدتها ازاي ومنين، فانا هفهمكم ايه المطلوب من حضرتك تدرسه عشان توصل لها. يعني ما ينفعش ان انت مثلا تروح تقدم على السيرتيفايد دي بحيث ان انت يعني مش فاهم حاجه وان انت عايز تاخد شهاده وخلاص، وان انت عايز تاخدها مثلا بهدف معين، لا في حاجات نظام بيزكس لازم تدرسها، كم خطوه كده هنقولها دلوقتي مع بعض، بعد كده بتدرسهم، بعد كده بتروح مثلا تحجزها اونلاين. تمام. طيب اول حاجه عشان ناخد الشهاده دي، احنا عايزين نعرف الشهاده دي مثلا يعني بتاهلك ان انت تشتغل في ايه. هو الموضوع ملوش علاقه بالشغل، يعني لو انت مثلا شخص بيحب الهاكينج، بتحب السكيورتي، حابب ان انت تكون مثلا خبير مثلا في الانفورميشن تكنولوجي او الانفورميشن سكيورتي، حابب ان انت تكون مثلا تكنيكال انجينير، مهندس مثلا تقني، او في اي شركه مثلا كوميونيكيشن مثلا كومباني، شركات الاتصالات، ان انت تكون نظام انجينير او مهندس مثلا في حاجات زي دي، فانت محتاج سيرتيفايد زي دي، يعني لازم منها، ضروري منها. ليه؟ عشان انت شخص بيكون مريت بحاجات كتيره جدا، فدي نظام اللي يعتبر الليفل بتاعك، انت وصلت للليفل ده، فهمت الفكره؟ دي التقييم بتاعك او الليفل بتاعك اللي انت وصلت له. تمام، يعني ان انت مثلا عديت مرحله ان انت كنت سكريبت كيد، وان انت يعني فاهم، مش فاهم يعني ايه نتورك، مش فاهم يعني ايه مثلا سكيورتي، مش فاهم يعني ايه هاكينج اساسا، لان في ناس كتيره جدا ما درستش الشهاده دي او ما مشيتش على الخطوات او البيزكس، الحاجات الاساسيه اللي انت المفروض تاخدها عشان توصل الشهاده دي ما درستهاش، فبالتالي مش فاهمه يعني ايه هاكينج. والناس لما بنقول مثلا على حد هاكر فانت كده بتخاف منه، المفروض هاكر ده حاجه كويسه، يعني شخص قدر ان هو يعمل اختراق او مثلا اخترق حاجه، فكده ده مش هاكر، او مثلا هو هاكر بس ما بيكونش حاجه شرير، يعني الفكره انا عايز اوضحها لك ان مش حاجه وحشه، تمام؟ بس احنا عندنا الكراكر وعندنا الهاكر، وطبعا الهاكر فيه اكتر من كذا نوع، فيه بلاك هات والوايت هات والجري هات، وفيه انواع كتيره جدا، بس احنا بنتكلم تحديدا على الهاكر الاخلاقي. الهاكر نفسها مش حاجه وحشه، يعني لما مثلا حد يقول لك انت هاكر فالمفروض ان هو بيخاف منك وكده، لا انت اصلا فاهم كلمه هاكر غلط. كلمه هاكر المفروض ان انت شخص يعني قدرت ان انت تتخطى الجدار الناري للمنظومه، او ان انت يعني عديت الفاير وول، او ان انت طلعت مثلا يعني نظام خطا، مثلا انا مبرمج بدات ان انا اعمل سيستم، فانا بعد ما عملت السيستم ده جه واحد تاني بنفس الخبره بدا ان هو يعمل نظام سكاننج للسيستم ده، طلع كام ثغره فاستغلها، فده هاكر، يعني ده طلع اخطاء ورايا، فهو استغل الاخطاء دي، او ان هو كشفها، او ان هو يعني وات ايفر، يعني بمجرد ما هو وصل للليفل ده ان هو طلع اخطاء ورا واحد مبرمج مثلا زيي، فتلقائيا هتبص تلاقي ده هاكر، يعني ده كده هاكر. طيب مثلا الحرامي لما بيجي يسرق العربيه بيبدا ان هو يشد مثلا السلوك بتاعه الكونتاكت والحاجات دي، ويبدا ان هو يضرب العربيه، ده هاكر، يعني قدر ان هو يتخطى الحمايه بتاعه الشركه اللي مصنعه العربيه دي. اي حد بقى في المجال ده بيعمل حاجه مثلا خارقه مثلا للطبيعه فده اسمه هاكر. فاحنا ما بنحكمش على الهاكر ان هو شخص شرير، لا، في حاجه اسمها بلاك هات، في حاجه اسمها كراكر، في حاجه اسمها سبامر، في حاجات كتيره جدا يعني وحشه، بس احنا بنتكلم عن الهاكر. فعشان حضرتك تاخد السيرتيفايد دي او السيرتيفيكيت دي لازم تدرس كام حاجه. طيب ايه الحاجات اللي لازم تدرسها؟ بعد كده هنقول تاخد الشهاده دي منين. تمام، ركز معايا. اول حاجه عشان ناخد الشهاده دي ونروحنا مثلا لاي اكاديمي او اي مثلا ويب سايت على الانترنت مثلا، بدل ان احنا نقدم على الشهاده دي او نحجزها ونشتريها واتيفر، وبدل ان احنا نقول لهم عايزين ناخد الشهاده دي، هيدولك حاجات، هم مش هيقولوا لك لا مش هيمنعوا، بس هيدولك حاجات هتلاقي نفسك يعني عامل زي الاطرش في الزفه زي ما بيقولوا، مش سامع، مش فاهم حاجه ولا عارف ده ايه. طب ايه هو السكيورتي؟ طب ايه هي النتورك؟ طب ايه هي الاستورجي؟ طب ايه هو السيرفر؟ طب ايه هو الموبايل اب سكيورتي بلس والموبايلتي بلس والحاجات دي؟ هتلاقي نفسك مش فاهم حاجات كتير، فلازم تطلع السلم خطوه خطوه. طيب برضو يا عم ديتو خلصنا، ايه اللي احنا المفروض ندرسه؟ ركز معايا واحده واحده. اول حاجه لازم تدرس لغه برمجه. طيب ايه هي لغات البرمجه؟ واحد يقول لي انا دارس الجافا، تنفع؟ هي تنفع، بس في مجال مثلا الويب ابلكيشن، مثلا لو انت عايز تكون مثلا ديفلوبر مثلا للويب ابلكيشنز او الاندرويد ابلكيشنز او اي نظام، اي حاجه بتدعم الابلكيشنز عموما، فانت هنا محتاج ان انت تدرس مثلا لغه الجافا، فلغه الجافا معروفه ان هي بتبني بيها مثلا برامج. طيب دي هتفيدك في الهاكينج؟ هتفيدك في الهاكينج، بس هتفيدك انت، لكن لو رحت مثلا تقدم على كورس سكيورتي هيقول لك لازم تدرس حاجه خاصه باللينكس، تمام؟ ده غير ان انت هتدرس اللينكس. فاحنا قلنا
اشهر لغه برمجه وافضل لغه برمجه ولناس كتيره جدا المفروض ان هم هاكر، وبدا ان هم يرشحوا برضو نفس الاختيار ده، وخبراء في امن المعلومات قالوا البايثون. طيب ليه البايثون؟ عشان بتقدر ان انت تتحكم معاها او تعمل سكريبتاتك او ادواتك او البرمجات بتاعتك او الويب سايت بتاعك بالبايثون من خلال اللينكس. وطبعا احنا عارفين ان اللينكس ده اوبريتنج سيستم يعتبر افضل حاجه دلوقتي، لان ان هو اوبن سورس اصلا وكل يوم في جديد وكل يوم في تطوير، وقليل جدا لما تلاقي واحد مثلا تكنيكال او مثلا هاكر او كودر بيستخدم مثلا ويندوز، يعني قليل جدا، بيبقى بهدف بس ان هو بيستخدم ويندوز ده كنظام يعني فرض تجارب، ان هو بيجرب عليه بس اختراق، بيجرب عليه اختبار، حاجات زي كده. ولكن المحترفين دايما والناس التوب كلها بتستخدم كالي لينكس. تمام اي توزيعه بقى، مثلا اوبنتو، باروت، نت هانتر، كالي، اي توزيعه مش شرط. تمام. طيب فاحنا قلنا ان اللغه الجميله جدا اللي بتشتغل معاك تمام بدون اي مشاكل وسهله، حتى يعني هي سيمبل، يعني تقدر انت تتعلمها بسهوله، وبمجرد ما تفهم البيزكس بتاعتها والحاجات بتاعتها خلاص انت كده يعني فهمتها، فانت كده خلاص بقيت ان انت معاك لغه برمجه، فانت تقدر تتعامل مع اللينكس، تقدر تبرمج ادواتك بنفسك. الادوات اللي انا كنت عاملها بالبايثون، فحاجات زي كده بتسهل لك ان انت توصل للليفل اللي بعد كده. طيب تمام جدا، درسنا لغه البايثون. لغه البايثون هتلاقيني بالمناسبه سايبها لك في كورس على القناه. ناس كتير هتقول لي طب ما هي مش كامله، ده 15 حلقه بس 15 حلقه البيزكس، الاساسيات، الفانكشن، النظام، اللوبس، التكرار، مثلا الفاريبلز، حاجات كتيره جدا شرحتها لك، مثلا الكونديشنز، حاجات كتيره شرحتها لك. فدي كده البيزكس. لما تيجي تبص على سكريبت هتلاقي نفسك حللت حوالي 80%. طيب ال 20% دول لو كملت في حلقه و2 و3 و10 هل هتقدر انت فاهم بايثون بنسبه 100%؟ لا. طيب ليه؟ لان البايثون اصلا اوبن سورس، يعني كل يوم في جديد. ممكن واحد مثلا عمل نظام لايبراري جديده، مكتبه جديده بدل ان هو ضمها للبايثون، فكده اصبحت البايثون فيها حاجات جديده لازم تتعلمها. فانا مش هخصص القناه للبايثون، تمام كده؟ فانا بدي لك البيزكس، الحاجات الاساسيه، بدي لك المفتاح، بعلمك تدور ازاي، وانت ببدا ان انت تتعمق في الموضوع. تمام. ولكن عشان في حاجات ثانيه لازم الفت انتباهك ليها. طيب عشان وقت الفيديو نروح للنقطه الثانيه، درسنا لغه البايثون، واحنا كده عرفنا ندرس لغه بايثون ليه، احنا كده طالعين في الطريق بتاع سي اتش، ركزوا معايا. بعد البايثون بتدرس لينكس، اللي المفروض بيئه العمل او الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل اللي انت بتشتغل عليه بتاع لينكس ده، هو اصلا اللي يعني 80 او 90% من الكورس كله معتمد على لينكس. فانت لازم تبقى فاهم لينكس. قلنا ان لينكس ده اتكلمت عنه في حلقه طويله جدا وشرحت كل حاجه، واتكلمت لك وقلت لك ان الكالي لينكس ده مبني على الاوبريتنج سيستم بتاع لينكس اللي عمله واحد اسمه لينوس تورفالدوس اللي هو الفنلندي ده. بعد كده بدا ان هو النظام ينتشر، طلع منه الكالي، طلع منه البارت، النيت هانتر، الوينتو، توزيعات كتيره جدا. فانت بمجرد ما تدرس اللينكس اي توزيع هتقدر تتعامل معاها. ال اس مش هتلاقيه مثلا ال ار في توزيعه ثانيه، مش هتلاقي مثلا بي دبليو دي، هتلاقيه مثلا بي دي مثلا في توزيعه ثانيه، لا هي نفس الكومنتس، نفس الاساسيات، البيزكس دي ثابته في اللينكس نفسه، لان ده اوبريتنج سيستم وانت اتعلمته فتقدر تتعامل معاه زي الويندوز بالظبط. بمجرد ما تتعلم على ويندوز هيفرق معاك مثلا الكمبيوتر ده مثلا ويندوز 7 ولا ويندوز مثلا 10 ولا ويندوز 9 ولا ويندوز 8، مش هتفرق معاك. اي اصدار ويندوز تقدر تتعامل معاه. ليه؟ الماي كمبيوتر، الديسكتوب، ريسايكل بن، الكنترول بانل، الماوس، كيبورد، هتعرف انت تتعامل معاه، فانت فاهم بتعمل ايه. تمام. طيب درسنا اللينكس، يبقى كده قلنا البايثون، بعد كده اللينكس. طيب في حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ المفروض ان احنا ندرس مثلا السكيورتي، بدانا ان احنا ندرس البايثون والسكيورتي، هنبدا ان احنا ندرس حاجه جميله جدا اسمها النيتورك. طيب ليه النيتورك او الشبكات؟ الشبكات عشان تدرسها انت لازم تفهم مثلا، يعني بغض النظر عن النيتورك عموما، انت كده درست البايثون ودرست اللينكس، عاوز تعمل سكريبت، السكريبت ده مثلا وظيفته انه يعمل اختبار اختراق، اي اختراق داخلي او خارجي، فانت كده دخلت من ناحيه الشبكات، يعني في انترنال وفي اكسترنال نظام اتاك، او ان انت بتعمل اختراقات خارجيه او داخليه، فاختراق داخلي وخارجي، فانت كده دخلت في الشبكات. فلو واحد قال لك مثلا اعمل بايلوت، بدات ان انت تعمل بايلوت، عاوز تخترق شخص على شبكه ثانيه، فانت مش عارف هتعمل الشبكه اصلا ازاي، او الاختراق بيتم ازاي. يعني انت لما بتيجي تعمل بيلد البايلوت من الميتا سبلويت، تبدا ان انت تحط الاي بي والبورت، ده اللي انت بتحطه بس، شويه كومنت ثابته جدا بتاخدها كوبي بيست، وتبدا ان انت تحط الاي بي والبورت، ده اللي انا شرحت لكم قبل كده. طيب جميل جدا، احنا فاهمين الاي بي والبورت دول بتوع ايه؟ مش لازم تبقى فاهم ان الاي بي ده نظام الحاجه اللي بتعرفك التارجت بتاعك او الفيكتيم او الشخص اللي انت هتعمل الاختراق عليه، فانت لازم تحدد. يعني انت بتقول للشبكه بتاعتك انا عايز اعمل اختراق او اختبار اختراق للشخص اللي جهازه مثلا اسمه كذا كذا، الجهاز اللي اسمه كذا كذا ده اللي هو الاي بي بتاعه كذا كذا. طيب تمام، حاجه هتوصل لي وتاخد منه وتبعت لي، ايه هي؟ البورت. هبدا ان انا افتح بورت ما بيني وبينك بحيث ان انا اعمل كونكشن ما بيني وما بينك، اقدر ان انا اوصل للداتا بتاعتك، اقدر ان انا اعمل كنترول على الجهاز بتاعك. فانت هنا لازم تدرس الشبكات. طيب هل الشبكات الاي بي والبورت بس؟ لا طبعا، في دي ان اس، الدومين نيم سيستم، في مثلا حاجات كتيره جدا خاصه بالنتورك اتكلمت عنها قبل كده. لازم مثلا تفهم يعني اساسيات الشبكه، الاستراكشر بتاعها، يعني ايه شبكه، يعني ايه نتورك، يعني ايه
الواي فاي التشانلز الفريكوانسي الترددات الحاجات دي لازم تدرس حاجات كتيره جدا خاصه بالنتورك. طيب جميل جدا، احنا كده برضو طالعين في السلم بتاع السي اتش، درسنا البايثون، درسنا لينكس، درسنا مثلا نتورك، فاضل ايه تاني؟ الهاردوير. لازم تعرف الجهاز ده معمول ازاي، الاي بلس لازم تعرف الجهاز ده معمول ازاي. يعني مثلا انت لما بتدوس انتر ايه اللي بيحصل؟ بيفتح لك البروجرام اللي قدامك او بيأكد لك الاختيار بتاعك على حاجه. طيب في النظام المذر بورد او نظام البورده بتاعه الجهاز ده في برمجيات متبرمجه في مقاومات في حاجات كتيره جدا موجوده جوه في السيستم، فدي بتساعد الاوبريتنج سيستم ان هو يشتغل، اللي هي نظام التولز بتاعته، تمام، كيبورد ماوس حاجات زي دي. فانت لازم تعرف السيستم ده عامل ازاي، ده هاردوير، لازم تعرف الجهاز اللي قدامك ده لابتوب. طب ايه اللابتوب ده معمول ازاي من جوه البورده؟ بتفك الجهاز بتشوف. فانت بتاخد نظام دبلومه او كورس مثلا اي بلس اللي هو الهاردوير، تمام. طيب خدنا الهاردوير وخلصنا الحاجات دي، لحد كده انت كويس جدا. يعني من بعد الاربع حاجات دول البايثون والاي بلس والسكيورتي والنتورك، كده اربع حاجات معاك تقدر من خلالهم على طول بعد ما تاخد الحاجات دي وتفهمها كويس. اهم حاجه تفهمها، مش تروح تحضر اي كورسات وتروح تقدم على السيرتيفايد دي، لا، بعد كده تقدر تروح تقدم على الشهاده دي. طيب تمام، في حاجات اضافيه انصحك بيها؟ اه انصحك بحاجات كتيره. طيب زي ايه؟ زي الموبيلايتي وزي مثلا موبايل اب سكيورتي، ان انت بتدرس الثغرات او السكيورتي بتاعت الابلكيشن بتاعت مثلا الموبايل الديفايس بتاعك الاندرويد مثلا الايفون الاي او اس مثلا، حاجات زي دي بتبدا ان انت تدرس الثغرات، النظام عامل ازاي، ليه الابلكيشن بتاع الايفون غير الابلكيشن بتاع الاندرويد، طب ايه هو الاندرويد، طب ايه هو الايفون، طب ليه الثغرات كتيره جدا في الاندرويد، لان النظام يعتبر سهل جدا، المكتبات كلها فيها مكتبات كتيره جدا اوبن سورس، تول بتاعته كلها سهله جدا تقدر تستغلها، الايفون مختلف تماما. فانت هنا لازم تفهم يعني ايه اوبريتنج سيستم والحاجات دي، فانت لازم تخش على الهاردوير والحاجات دي، تمام. تمام طيب خلصنا الحاجات دي، وبدل ان احنا ندرس مثلا موبايل بلس او الموبايل اب سكيورتي بلس والحاجات دي، في سيرفر بلس، في ستورج بلس، في مثلا بروجكت بلس، في حاجات كتيره بتدرسها، بس انا شايف ان مالهاش علاقه قد كده، هي هتفيدك انت يعني لو انت حابب تكون بروفيشنال فعلا ادرس الحاجات دي. طيب لو انت مثلا حابب ان انت توصل للشهاده دي بهدف ان انت عايز تشتغل مثلا في كومباني ولا حاجه زي كده، مفيش مشكله، ابدا ان انت تدرس بايثون سكيورتي نتورك بعد كده اي بلس. فدي الحاجات اكتبها بالترتيب كده، بايثون الاول، انا زي ما انا بقولهم كده امشي عليهم بالترتيب، تمام، عشان ما حدش يسالني تاني، لان في ناس كتيره جدا بتقول لي عاوزين نوصل لليفل مثلا يعني شخص يكون مثلا محترف سكيورتي او خبير مثلا في الانفورميشن سكيورتي او الانفورميشن تكنولوجي، شخص تكنيكال، عايزين نكون فاهمين. فدي الطريقه اللي انت اي حد بيوصل بيها واي حد بيمشي عليها فبيفهم. طيب درسنا ده كله، تقدر ان انت تروح تحجز الشهاده دي او ان انت تاخد الشهاده دي. السؤال المهم جدا، نحجزها منين وازاي وبكام وهناخدها فين والكلام من ده. مش شرط تروح اكاديمي في امريكا، مش شرط تروح مثلا في هولندا او فرنسا مثلا، مش شرط، يعني ممكن تروح على حاجه اسمها انترنت اونلاين، افتح جوجل كروم، ابدا ان انت اكتب مثلا سي اتش مثلا سيرتيفايد او سيرتيفيكيت، هتلاقي ألف واحد تريليون واحد بيقدمها، اللي بيقدمها مجانا واللي بيقدمها مثلا موقع يدمي، موقع يدمي بينزلها لك بحوالي 10 او 11 12 دولار، يعني بحوالي 200 جنيه، يعني مش فلوس انت تقدر تاخدها، ده لو انت عايز الشهاده. بس النصيحه بتاعت انا ليك انت، ما تدورش على الشهاده، يعني دور على الخبره، ان انت تكون شخص فاهم مش حافظ، مثلا بايثون برنت كذا خلاص انا كده فهمت مش حافظ، يعني مثلا لو واحد جاب سكريبت متغير شويه مثلا برنت انتر يور نيم، لو واحد مثلا قال لي برنت وات از يور نيم، انا اقول كده لا ده استنى ده السكريبت مش شبهه، فهي نفس البيزكس. فانت لازم تبقى فاهم، الحفظ هنا مش هينفعك ولا هيفيدك خالص. طيب فكل ما تزود انت في لغات البرمجه هتستفاد اكتر، ليه؟ لانك لما مثلا تدرس البايثون وتيجي تروح لحاجه اسمها الموبايل اب سكيورتي بلس، فانت احنا بنقول موبايل اب يعني ابلكيشن بتاعه الموبايل، ابلكيشن الموبايل معموله بايه؟ بالجافا. فلو انت درست البايثون والجافا هتقدر توصل للليفل ده وهيبقى سهل معاك، لما تيجي تدرس الحاجه دي هتبقى سهله معاك. طيب لو جينا مثلا ندرس السيرفر، هتلاقي مثلا لو درست البي اتش بي، البي اتش بي معروف ان هي بتربط ما بين النظام الداتابيس بتاع البيانات وما بين الابلكيشن او السيستم او الويب سايت، فهنا لغه برمجه البي اتش بي مهمه برده. طب اتش تي ام ال، الجافا سكريبت، سي اس اس، دي كلها برده لغات مثلا بتاعت مواقع الويب، ان انت بتعمل بيلد او ان انت بتكريت مثلا ويب سايت، تعمل ويب سايت. فانت لما تدرس الحاجات دي كلها وتروح للسي اتش هتلاقي نفسك فاهم، مفيش حاجه هتمر عليك الا لو انت فاهمها، ولو حضرت الكورس ده وانت فاهم صدقني مفيش اي مشكله هتواجهك، وانت كده فعلا بقيت شخص يعتبر بروفيشنال، شخص فاهم جدا، على الاقل هتبقى كل حاجه مريت بيها
بداتها خطوه خطوه وبدات صح. لكن ما تعملش زي الناس اللي مش فاهمه حاجه وتبدا ان هي تدخل على طول على سي اتش وانا معايا الشهاده واتفرج. هي معايا الشهاده هعمل بيها ايه؟ ولكن الخبره هنا هي اللي هتفرق على الاقل خالص لما تروح مثلا في كومباني او الشركه مثلا بتاع كوميونيكيشن اتصالات وبدات ان انت تعمل معاهم انترفيو، فبدا ان هو يجي لك اكتر من واحد وبيسالك يقول لك مثلا لو عندنا نتورك مثلا عاوزين نربط شبكه مثلا شبكه معينه بشبكه معينه نبرمج دي ايه، نبرمج دي ايه الكابلات اللي احنا نحتاجها، اللين البورت الحاجات زي دي. هتجاوب انت تقول لهم ايه؟ هتقول لهم انا خدت في الشهاده كذا كذا، انا معايا الشهاده اهي لكن الحاجات دي مش ما خدتهاش في الكورس. يعني انت لازم تبقى فاهم، لازم تبقى عارف الموضوع مبني ازاي. تمام. طيب فاحنا كده وصلنا الليفل ان انت خدت الشهاده من على موقع مثلا يودمي كومبي تي اي. طيب كومبي تي اي غالي شويه بس ماشي، لانك بتروح هناك نظام تيستينج لاب مختبر، بتبدا ان انت تقعد على اجهزه متصله بالسيرفر بتاع الشركه بتاعت الايثيكال هاكينج، تبدا ان انت تاخد ده في الاي ان اس اي، بتبدا ان انت تدرس على حاجات كلها عمليه. فعلى النت اونلاين بتختلف طبعا، بيبقى الحاجات كلها قدام منك، كورسات اونلاين بتبقى قاعد قدام الجهاز وبتذاكر، ولكن هناك بتلاقي الشرح عملي والاجهزه وكل حاجه قدام منك، بيدوا لك انظمه واختبار افتراق حقيقي. فده الفرق. فهنا غاليه شويه، فانت ممكن تاخدها من على الانترنت. يعني هي انا شايف انها من الانترنت اسهل، بس اللي هيفرق معاك الخبره، ولذلك ركز على الخبره قبل ما توصل لها، ركز ان انت تفهم. تمام. طيب في نفس الوقت برضو موقع زي يودمي، موقع زي مثلا كوم تي اي مثلا، في مواقع تاني بريباوي مثلا، في مواقع كتيره جدا. ابقى ادخل بس على جوجل واكتب سي اتش مثلا سيرتيفيكيت، هتلاقي مليون واحد منزل لك الشهاده دي مجانا. تمام. فده باختصار الطريق لشهاده السي اتش. لو عجبكم الشرح واستفدتوا منه ابعتوا لاصحابكم اللي تايهين ومش فاهمين يبداوا منين. اسف ان انا طولت في الفيديو، بس الهدف ان انا اوضح لك كل كبيره وصغيره، وما اظنش كده ان في حد يعني تايه منه حاجه. بايثون سكيورتي نتورك اي بلس الهاردوير، بعد كده ابدا ان انت تروح للسي اتش. فدي الحاجات او البيسكس الخطوات اللي انت المفروض تمشي عليها بحيث ان انت توصل لشهاده الهاكر الاخلاقي. بعد كده ما تاخدش الشهاده دي وتبدا ان انت تبقى فخور بيها او ان انت تبقى فرحان بالشهاده، لا الشهاده ملهاش علاقه بالموضوع. اهم حاجه يكون عندك خبره، ان انت تكون شخص فاهم، لما تقعد مع ناس في المجال ده تعرف تحكي معاهم، تعرف مثلا تطلع ورا منهم اخطاء، يبقى انت كده شخص محترف جدا في المجال ده. فبكده انت بتبقى شخص فعلا هاكر اخلاقي، شخص فعلا دارس الهاكينج بشكل كويس جدا. وطبعا الهاكر اللي هو السكيورتي، لما تدرس انت السكيورتي بشكل يعني متعمق فيه شويه بلغات برمجه بالنتورك بالحاجات دي كلها، ده يعتبر السكيورتي. ولما تبقى خبير في السكيورتي فانت خبير في الهاكر. فدي اكتر حاجه يعني حاولت ان انا اوضحها لكم في الفيديو، ان الخبره اهم من الشهاده نفسها. ما تفرحش بالشهيد، افرح بالخبره بتاعتك، هي دي اللي هتفيدك لما تقعد مع ناس فاهمه تقدر ترد عليهم وتجاوب بالكلام على الاسئله بتاعتهم، فانت كده فاهم. فده باختصار الفيديو. فلو انت شايف ان الفيديو ده مفيد ليك ابعته لغيرك عشان يستفيد برده، ولو انت لسه جديد في القناه اشترك عشان اي فيديو انزله تستفيد منه زي ما استفدت من الفيديو ده. يا ريت برده لو انت حابب تدعمنا تعمل شير للفيديوهات بتاعتنا عشان توصل للناس اكتر ونستفيد احنا وتستفيد انت كمان، وصوتنا يعتبر يوصل لناس اكتر شويه ومفيد للمحتوى العربي اللي هو التكنيكال شويه، الناس اللي هي حابه ان هي تكمل في المجال ده ومش عارفه حد يوجهها مثلا للطريق الصح. تمام. فده باختصار الفيديو. عندك اي استفسار اي مشكله اكتبها لي في الكومنت تحت الفيديو، ان شاء الله برد على كل التعليقات، واشوفكم في حلقه جديده من قناه فايروس 7X. السلام عليكم.